دلوقتي من الجزائر ينضم إلينا مراسلنا كريم غندولي. كريم مرحبا بك. اليوم كان من المفترض طبعا محاكمة والي الجزائر العاصمة وابن أحمد أو يحيى. هل من جديد في تفاصيل المحاكمة لحد الآن كريم؟ نعم، حتى الآن يعني أتت عربات ومركبات الدرك الوطني إلى محكمة سيدي محمد، تقريبا 4 أو 5 عربات، وسطهم عربة مدنية. على الأرجح يكون والي العاصمة ونجله متواجد بها لأن الصورة لم تكن واضحة جدا، لكن على حسب الأمن وأيضا الدرك الوطني المتواجد هناك، على ما يبدو أن الصورة كانت والمركبة والسيارة كانت لعبد القادر زوخ ونجله اللذان دخلا إلى محكمة سيدي محمد لتبدأ إذن التحقيق معهما من طرف وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي محمد، وبعدها يحالان على قاضي التحقيق الذي ينظر إذا ما كان سيخلي سبيلهما أو يوضعان تحت الحبس المؤقت لغاية نهاية التحقيق. لما يبدو أن هذه الصورة لكنها غير مكتملة تماما لأن هنالك تعتيم كبير ويعني حشد كبير أيضا من رجال الأمن ورجال الدرك الوطني على كل محيط. لماذا سيدي كريم لا يمكن لأي أحد أن يتواجد هناك؟ لماذا هذا التعتيم؟ يعني ذكرت لي أنه هناك تعتيم وسرية كبيرة تحيط بسير التحقيقات في هذه القضية، لماذا وهو مطلوب أصلا أن يتم التحقيق مع رجالات كانت لهما قضايا فساد أو على الأقل محسوبين على عهدة بوتفليقة؟ نعم، يعني هذا هو سؤال مطروح دائما، لماذا كل هذا التعتيم سواء كان من وكيل جمهورية أو من محكمة؟ من المفروض على الأقل يعني يتم التواصل مع الرأي العام حتى يطمئنه بخصوص سيرورة هذه المحاكمات وهذه التحقيق. لا نقول يعني الكشف عن كل الملابسات أو كل التحقيق، لكن يعني تبقى هذه نقطة استفهام، ووكيل الجمهورية وحده من يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال. أيضا الحديث هنا عن تسريبات إعلامية وسط الإعلاميين الذين كانوا متواجدين يعني أمام محيط المحكمة عن قدوم الوزير الأول السابق عبد الملك السلال كريم غول وعمارة بن يونس كشهدين أو كشهود في قضية كونيناف. يعني الأمر يعني يمس المسؤولين السامين في الدولة، وبالتالي هذا ما يفسر أيضا وجود القوات الخاصة للدرك الوطنية التابعة لوزارة الدفاع، ولكنها تملك السلطة الضبطية القضائية والتي أيضا تتواجد الآن على محيط المحكمة. بالتالي ننتظر يعني كواليس هذه المحاكمات أو التحقيق على الأقل لمعرفة الحد الأدنى من المعلومات لتنوير الرأي العام في ظل هذا التعتيم الكبير الذي غير مفهوم حتى الآن لماذا يتم التعامل بهذه الطريقة. سنبقى معك إذن كريم في ضوء أي مستجد. أشكرك جزيلا كريم قندولي من ساحة محكمة سيدي محمد بالجزائر. شكرا جزيلا كريم.